اهلا بيكم مره تانية في اونلاين والجزء الاخير من حلقه النهارده. يمكن الحلقه كانت كبيره جدا عن موضوع نيوزيلندا، بس يعني عايزين نروح لحاجه مهمه جدا ما ينفعش يعدي علينا النهارده، خصوصا بكره 21 مارس. كل سنه وكلنا بخير. بكره اغلى المناسبات علينا كلنا، عيد الام. الحقيقة بيكون يوم احساسه مختلف جدا عند كل واحد فينا، يا اما شخص بيحاول يهادي والدته او شخص بيتوجع لفراقها. بس هو ازاي بدا الاحتفال بعيد الام؟ السؤال اللي بيحير ناس كثيره جدا جدا. جاوبت عليه بيج لمحات تاريخيه على الفيسبوك وقالت: انا جارفيس، صاحبه فكره عيد الام. اول احتفال بعيد الام كان سنه 1908 لما اقامت انا جارفيس ذكرى لوالدتها في الولايات المتحده الامريكيه بعد عامين من وفاتها. وقد كانت والدتها طالما تردد العباره التاليه: في وقت ما وفي مكان ما سينادي شخص ما بفكرة الاحتفال بعيد الأم، فأقسمت أنا على نفسها بأن تكون ذاك الشخص الذي يحقق رغبة أمها. وبدأت القيام بعدة حملات لجعل عيد الأم معترف به في الولايات المتحدة ونجحت. ففي سنة 1912 أسست الجمعية الدولية لعيد الأم، وبعد الاحتفالات التي نشأت في الولايات المتحدة استمدت مدن أخرى وثقافات مختلفة فكرة الاحتفال بهذا العيد واعتمدته. أما بالنسبة للوطن العربي وتحديد تاريخ يوم 21 مارس كيوم للاحتفال، كانت فكرة الصحفي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين، وكتب في جريدتهما: يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها. وكان قد انهالت الخطابات عليهما لتشجيع الفكرة، لكن الآراء انقسمت حول تحديد اليوم. فاقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم، والله أسبوع ما كفاية، وليس مجرد يوم واحد. ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يوما واحدا فقط. يعني موضوع إحنا يا جماعة أصل يوم الشهيد ما ينفعش نحتفل بالشهيد يوم واحد، ما إحنا مقدرين الشهيد 365 يوم في السنة. يوم الأم ما ينفعش يبقى يوم واحد، ما إحنا مقدرين الأم 365 يوم في السنة. بس في يوم مخصص لها، يوم المرأة. إحنا بنجل المرأة وبنعترف بفضلها، بس فيها إيه لما نحتفل بيه يوم واحد؟ رمضان بيجي مرة واحدة في السنة بس بنعبد ربنا وبنفتكره طول السنة. العيد الكبير بيجي مرة واحدة في السنة بنضحي فيه، بس ممكن نضحي في بقية السنة. يعني بقى بلاش الأفكار الصغيرة دي. يعني إيه مشكلة في يوم مخصص بنحتفل فيه، لكن بقية السنة نبقى نهتم ببقية التفاصيل؟ عشان كده اسمه عيد، بيعود من العودة، يعود كل عام مرة في السنة. لكن أغلبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد، وبعدها تقرر أن يكون يوم 21 مارس وهو أول أيام فصل الربيع، كي يكون رمزا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة. بالرغم أن عيد الأم بكرة، لكن في ناس سبقت كتير على السوشيال ميديا واحتفلت بيه، زي أكاونت باسمها هاجر عبدالله اللي كتبت بوست على الفيسبوك وعملت منشن فيه لمامتها وقالت: كل عيد أم وانتي موجودة معايا. الورد للورد، كل سنة وانت طيبة يا هاجر، وكل سنة ووالدتك صحة وسلامة. وبرضو كان في أمهات أول مرة يجربوا إن يجي لهم هدية في عيد الأم، زي نادية محمد اللي قالت: أول عيد أم يجي لي فيه هدية، شكرا. ونشرت صورة الهدية اللي جات لها من بنتها: كل سنة وانت طيبة انت وبنتك. لكن اللي والدته توفت بيكون اليوم ده صعب عليه جدا، زي ما قالت فاطمة مصطفى على الفيسبوك: مفيش عيد أم عشان مفيش أم. الله يرحمها ويصبرك على فراقها وفي الجنة بإذن الله. كمان محمود عدلي اللي قال بمناسبة عيد الأم اللي فاضل له كام يوم في وقت ما حط البوست، قال: أنا كل ما الوقت بيعدي والظروف مهما اتغيرت مفيش حاجة قطع بيا غير غياب أمي. الله يرحمك يا حبيبتي. محمود عدلي. طبعا دي لمحة صغيرة جدا جدا على استعدادات المصريين والعالم كله لعيد الأم 21 مارس بكرة. كل سنة وكل الأمهات طيبين. بالتأكيد الحلقة الجاية يوم الأحد هيكون معانا جزء مخصص أكتر لاحتفالاتكم في خلال الأيام اللي جاية، خميس جمعة وسبت، وكمان الأحد الصبح هنلحق ناخد المعايدات بتاعتكم اللي تقولوا فيها: كل سنة وأنتي طيبة يا أمي. أنا من مكاني هنا بقى بقول لأمي الست اللي ربتني، اللي أنا موجود النهاردة قدام حضراتكم بحلوي بوحش العافية بعبلي بهبلي بكل حاجة كده، بقول لأمي وفاء الطحاوي: كل سنة وانت طيبة يا ماما، ربنا يخليكي ليا، أنا من غيرك ما سواش حاجة. كل سنة وانت بألف صحة وسلامة. أشوفكم الحلقة الجاية.